السلام عليكم. اليوم عندي 11 يوم بعد الكوفيد. الحمد لله، نحمد ربي ونشكره لأني ما عشتش دي كومبليكاسيون، ما عشتش انهيار. يعني حالتي ما كانتش خطيرة جدا. إن شاء الله تواصل بالحالة هذه بالطريقة هذه. حاسيلو سي فري، ما جانيش يعني مشاكل كبيره، اما عندي الكحه، يعني الكحه متواصله. ساعات بعض الصعوبات في التنفس، اما مش يعني بطريقه متواصله. دونك انا عديت 11 يوم بعد الكوفيد. ان شاء الله الميديسان الطبيب يقول ما لازم نعدي على الاقل 12 13 يوم من غير مشاكل، باش واحد يحس بروحه معناه هي تخطى الخطر ويعني تغلب على هذا الفيروس اللعينة. حبيت نقول لكم اني استعملت برشا حاجات في معالجة هذا الفيروس اللي ما عندوش حتى يعني حتى دواء. كما تعرفوا احنا في فرنسا كل شيء ممنوع، يعني ما نجمو ناخذ الا الدوليبران. يعني تكلموا برشا على الكلوروكين، ويعني كانت حرب اعلامية ضد الاطباء اللي يعطيو الكلوروكين. دونك منعوا الكلوروكين من فرنسا، والعباد يعني ما عندهاش حتى علاج، يعني غير حكايه يعني واحد عنده زهر باش يتخطى الخطر او باش يموت. دونك ما فماش حتى، ما عندناش حتى امل في فرنسا واحد باش يتعالج. العلاج الطبيعي يعني انا معناها كلمت البلاد، كلمت تونس، كلمت اصحابي في الجزائر باش يبعثوا لي يعني علاج طبيعي. وفي الاخر يعني لقيت صاحبتي جزائرية اللي عطاتني النبتة، بلانت اسمها الشيح بالعربية، وبالفرنسية اسمها لارتيميزيا. دونك لارتيميزيا هذه يعني نبتة جبلية وتقوي في المناعة. حاسيلو عندي نهارين نشرب فيها، بديت نشرب فيها من تسعة عشر يوم بديت نشرب فيها، وحاول دونك نحس به اللي هي تصفي لي في بدني، وعني تعاون فيا باش يعني باش ندافع على بدني، على مناعتي ضد هذا الفيروس. دونك عندي الكحة مازالت، ان شاء الله الكحة يعني تنحالي بعد الجمعة ماكسيموم. عندي سكانير باش نعملو الخميس الجاي، دونك في اليوم 14 بعد الكوفيد، باش نشوف يعني حالة الرئة، حالة ليبومون، الرئة في اي حالة مازالت، على خاطر هي كمان يعني تلقت مخاطر وهجوم من طرف هذه الفيروسات، الفيروسات يعني اللي ما فيهاش اي دواء. ان شاء الله نلقى ان شاء الله ريزلتات، المره الجايه نعمل لكم فيديو باش نقول لكم النتيجه نتاع السكانير. ولا دونك حبيت نقول لكم ان شاء الله في فيديو جديد، ونطمن لكم على حالتي، والعمار بيد الله. ملوله يعني انا واحده من الناس خفت برشا، على خاطر عندي امراض مزمنه، عندي القلب، عندي الوزن الزايد، ويعني كل هذا يعني خلاني يعني ناخذ مرض يعني بشعور متشائم جدا. ولا طب خليكم، وان شاء الله في فيديو جديد. شكرا لمتابعتكم، وشكرا لكل تعليقاتكم، اكثريه تعليقاتكم اللي نلقاها على الفيسبوك. هاي بسلامه.